بعد أكثر من عامين على احتلالها، مدينة الموصل تشهد عمليات هجومية للقوات العراقية المشتركة ضد داعش في معقل دولته المزعومة. المحور الشرقي للمدينة يتمركز في مناطق الخازر والكوير والقيارة، وتشترك فيه قوات من الجيش العراقي والتدخل السريع والبيشمركة. المحور الجنوبي ألقيت عليه مسؤوليات التقدم باتجاه منطقة الشورى جنوب الموصل، إحدى أبرز دفاعات التنظيم. أما المحور الثالث فألقي على عاتق قوات الحشد الشعبي، وعملياته تتمثل في التقدم لتحرير قضايا تل عفر غرب الموصل. تنظيم داعش على ما يبدو ضاق الخناق عليه في دولته المزعومة، وما أنجز من تقدم عسكري في اليوم الأول وصف بالجيد. حتى الآن لا يوجد سق زمني لحسم عملية التحرير، لكن المعطيات على الأرض تشير إلى أن داعش يضعف يوما بعد آخر في العراق. رئيس الحكومة حيدر العبادي دعا أهالي الموصل إلى التعاون مع القوات الأمنية، مؤكدا أن النصر قريب، متوعدا داعش ومن تعاون معه وأوجده بحساب عسير. نواب محافظة نينوى في البرلمان العراقي استبشروا خيرا ببدء عمليات التحرير، وسط إشادات بدور القوات الأمنية في القضاء على الإرهاب. لاحظنا أنه عملية التحرير بدأت سريعة واندفاع القطاعات بشكل سريع، هذا يدلل على انكسار وهزيمة الدواعش، وبالنتيجة الأيام القادمة القريبة ستشهد تحرير مدينة الموصل بشكل سريع وكامل دون أن تكون هناك خسار. الحسابات الدولية المركبة والمعقدة سرعان ما أفرزت تصريحات باتجاه العراق حول موقعة الموصل. تركيا لا تزال تصر على المشاركة في الحرب، وعمدت إلى إرسال رسالة من المفترض أن يحملها وزير خارجيتها إلى بغداد، التي ترفض مشاركة أنقرة. سرنا أنه القوات الأمنية قطعت الطريق على معسكر بعشيق حيث تواجد القوات التركية، ومنعت احتكاكها وقطعت عليها الطريق للاشتراك في المعركة. والأمر الثاني إعلان السيد القائد العام للقوات المسلحة عدم اشتراك دخول المدينة إلا من قبل الجيش والشرطة المحلية. هذا سوف يفوت الفرصة على من حاول أن يدق أسفين وأن يخلق فتنة بين مكونات الشعب العراقي بالحديث عن هوية القوات المشاركة. وبغض النظر عن الحسابات الإقليمية، فإن توافق أبناء الرافدين إلى حد ما على تحرير الأرض سيفوت الفرصة وفق مراقبين على أي مخططات تهدف إلى بعثرة الأوراق الداخلية من جديد. أشرف محمد العزاوي، RT، بغداد.